الجماعه اللي صاروا شاطرين معنا رجع السكرين نفسه. اوكي كويس. طب استنى لنا بس ثواني لبين ما بقيه الشعب يعمل جوين. فخلصنا الآن من موضوع الدكتس، واللي هو بمعنى آخر الحديث عن النون سيركلر كروس سيكشنز. نتابع الآن other sources of friction. وين كان المصدر الرئيسي للفريكشن؟ هو along the straight pipe. يعني معظم الفريكشن بالسيستمز عادة يكون في البايب نفسه، بس احنا في كثير من الاحيان، في معظم الاحيان بيكون عندي مصنع بيكون في عندي هون مثلا فالف. هاي فالف، ممكن يكون عندي كنترول فالف، ممكن يكون عندي هاي اورفيس عشان اقيس الفلو الفلو ريت. ممكن عندي هون بريشر انديكيتور، اوكي، او شيء بقيس البريشر ديفرنس بين حوالين الكوندويت هاي، عفوا حوالين الاورفيس عشان نطلع البريشر، عفوا نطلع الفيلوسيتي، ومنها بنحسب الفوليومتريك فلو ريت. ممكن يكون في عندي في السيستم في كوع، مجموعة أكواع، ممكن يكون في عندي هاي كمان كوع ثاني، ممكن يكون في عندي تنقيص في الديامتر. هلأ كل إشي في السيستم هذا، عندي هون كوع 190 درجة، كوع ثاني 90 درجة، عندي أوريفيس ميتر، عندي فالف، عندي ريديوسر او كونتراكتور. اوكي هذول عباره عن توصيلات فيتنجز اوريفيسز بتاثر على يعني مش بتاثر they contribute للانرجي لوس ديو تو فريكشن. الاند لوسز يكون عندي مثلا تانك وهاي بايب هون، وبالتالي التانك الفلويد بده يجي يفوت في البايب هون، الفلويد بده يدحش حاله من منطقة واسعة إلى منطقة ضيقة، وبده يصير في عليه كونتراكشن. في الجهة الثانية مثلاً الفلويد بده يطلع من البايب هذا مثلاً على تنك، هيصير عليه إكسبانشن. لأن في الكونتراكشن والإكسبانشن أوكي برضو في عندي إنرجي لوس، هذول سميناهم هون إند لوسز، اللي هم البدايه والنهايه. لما بالفلويد بفوت من تانك على بايب، لما بطلع من بايب على تانك، هذول بنسميهم الاند لوسز. اذر انستليشنز مثل الفالفز، التوصيلات، يونيونز، تيز الى اخره، هذول كلهم they contribute للفريكشنال لوس، وبالتالي بصير كيف بدنا نتعامل معهم. نتعامل معهم حسب الحاله. فمثلا اول حاله هم في عندنا جدول بالكتاب تاعنا، انا هيعمل زوم عليه نكبر، هلا برجع لهم هذول. اوكي ما عملناش تكبير، طيب مش مشكله. هذا الجزء الاولاني من الجدول هو ذا ستريت سكشن اوف ذا بايب، اي فلو ثرو لونج ستريت بايب اوف كونستانت كروس سكشنال اريا. المعادله تاعتنا هياتها نفسها تاعت فانينج إيكواجين. طيب هلا المعادلة الأصلية هاي إنها differential form. هلا for cases in which the fluid is essentially incompressible and temperature is constant يعني isothermal، المعادلة هاي بتصير هيك، وهذا حكي حكينا عنه. طيب what if we have what we call a sudden enlargement، يعني الفلويد ماشي في pipe بديامتر صغير
طلع على بايب او على او على تانك بايب اكبر صار اكسبانشن. اوكي هاي هون اف سب اي مكتوب هون مش واضحه عندنا بس هي اذا بتدقق النظر اف سب اي. اوكي اف سب اي يعني انرجي لوس ديو تو فريكشن ديو تو اكسبانشن. اوكي المعادله تاعتها في 1 ناقص في 2 الكل سكوير تقسيم 2 الفا الفا از ايكوال تو 1 اور 1 هاف اور نص. اذا كان عندي تيربلنت فلو بحط الفا 1 واذا كان عندي فيسكس فلو بحط الفا تساوي نص. بمعنى اخر الفا ديبندز اون رينولدز نمبر. طيب الان السؤال اللي بعده شو في 1 الفيلوسيتي وشو في 2 الفيلوسيتي. فيلوسيتي ات بوينت 1 والفيلوسيتي ات بوينت 2. الان بوينت 1 و 2 عندنا معرفات على الرسم هاي v1 اللي هو الفيلوسيتي في البايب الصغير و v2 الفيلوسيتي في البايب الكبير او جوه التانك لوين انا رايح. وبالتالي اذا انا بعرف الديامتر هون وبعرف الديامتر هون وبعرف الفلوريت بامكاني اطلع الفيلوسيتي. فبالتالي اذا energy loss due to expansion او friction loss due to expansion هاي معادلتها والتعامل معها سهل. عكس هذا الحكي اوكي معكوسه بالشكل التالي. خلي الـ 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 الاسهم يعكس اتجاه الاسهم اوكي فبصير زي هذا الحكي جاي من كروس سكشن اريا اكبر وعم بحشر حاله في كروس سكشن اريا اصغر. طبعا هاي صارت 1 وهون هاي صارت 2 اوكي. فشو المعادله تاعتها؟ المعادله تاعتها او انرجي لوس due to contraction f sub c contraction is equal to هذا الحكي. لان هاي v2 اللي هو velocity at point 2. شو ال velocity at point 2؟ معرف لي اياها. هاي ال velocity at the smaller cross section. فخلصنا من هاي والفا حكينا عنها. ضل عندي البارامتر k sub c. k sub c معطيني لها معادلتين. هاي اول واحدة وهاي الثانية. اوكي خلينا نمسح الحكي عشان نطلع عليهم بشكل اوضح. المعادله الاولانيه لكي سب سي شو بتقول؟ بتقول it is equal كي سب سي is equal to 0.4 ضرب 1.25 ناقص A2 ناقص A1. شو A2؟ A2 اللي هو الكروس سكشن اريا الاصغر تقسيم A1 اللي هو الكروس سكشن اريا الاكبر. هاي لها شرط انه A2 على A1 انها تكون below 0.715 واذا اكبر من 0.715 شكل المعادله بتغير بس بضل بدلاله A2 على A. طيب فبالتالي يفترض اذا انا اكون عارف الاريا هاي عارف الاريا هاي بطلع الريشو بشوف هو اصغر ولا اكبر من 0.715 وبالتالي بطبق المعادله هاي او بطبق المعادله هاي وانتهى موضوع الكونتراكشن. نيجي لموضوع الفيتنجز كيف بطلع انرجي لوس ديو تو فريكشن ديو تو فيتنجز. لاحظوا المعادله هاي نفس هاي 2 اف في سكوير على دي 2 اف في سكوير على دي بس هون عندي ال وهون حط ال سب اي. ال سب اي اختصار ايكوفلنت لينث. يعني مثلا اذا كان عندي كوع 90 درجه على سبيل المثال بقول هذا الكوع انا بخسر انرجي بسبب الكوع كأنه straight pipe بطول L sub E. فنفترض أن الكوع تاعنا على سبيل المثال 90 degree elbow standard radius يكون عندي L على D أوكي هي L E على D يساوي 32. هاي كيف نتعامل معها؟ L E على الديامتر is equal to 32. من وين جبنا 32 هياتها ومن وين جبنا ال اي على دي على الراس اللي فوق هيا هون اوكي. وبالتالي الايكوفلنت لينث اللي بدي اعبيه في المعادله اللي هون عندنا هاي المعادله ال سب اي بدي اسوي هذا. فبالتالي ال اي اللي بدي اعبيها هون شو بدها تكون تساوي عشان الكوع هذا 32 ضرب الديامتر. فإذا كان الديامتر مثلا 2 انش
اوكي بصير الايكوفلنت 32 ضرب 2 يساوي 64 انش. فبصير الحكي انه انا الكوع هذا الانرجي اللي بخسرها فريكشن داخل الكوع هذا كانه زدت في طول البايب، كانه زدت في طول البايب 64 انش للارقام اللي انا حطيتها اللي هو ديامتر 2 انش، والكوع تاعي 90 درجة ال 90 درجة إلبو 90 ديجري إلبو ستاندرد ريديس. وقس على ذلك بقية الوصلات اللي مكتوبين هون وعلى الصفحة اللي بعديها. ممكن؟ طيب خلينا نتعرف على أنواع الوصلات. ممكن؟ أنواع قبل ما أروح أنواع الوصلات أشوف الله يشوف هون نكبرها هاي أنا ولا لا هاي الصفحة الثانية. مش مشكلة نيجي على هاي التسعين درجة إلبو. لاحظ 90 ديجري إلبو أعطاني أربعة أنواع وأربع أرقام. أربع أرقام لمين؟ للإكوفلنت لينث على الديامتر. لاحظوا يعني في فروقات، صحيح مش فروقات كبيرة باستثناء الستين هاي، هذا فرق كبير أوكي، بس إلى علاقة بشكل الإلبو. لاحظوا هذا مين بيخسر إنرجي أكثر بين أربع أنواع هاي؟ اللي له إكوفلنت لينث أعلى. مين اللي إكوفلنت لينث أعلى؟ السكوير إلبو. وهذا متوقع لأن السكوير إلبو هيك شكله. هلا بالعقل مين بيخسر انرجي اكثر؟ قلبه زي هيك ولا قلبه زي هيك نفس الديامتر؟ مؤمن السكوير اللي تحت. يعني لو كان هذا 1 وهذا 2 بيخسر ضغط اكثر، فبالتالي كاني انا بزيد في طول اللينث للبايب اكثر. فبالتالي لاحظوا ال 60 ميك سنس، لاحظوا اعلى ال 60 اكبر من مثلا 2 الستاندرد ريديوس اللي 32 دبل تقريبا. وبالتالي لو كان انا عندي سكوير البو بخسر انرجي بسبب السكوير البو دبل اللي بخسره لو كان عندي ستاندرد ريديوس البو. طيب هاي خلصنا من الالبو تاعت ال 90 درجه. نيجي للاربع عفوا 45 درجه البو. كيف شكله هذا ال 45 ديجري البو؟ كود سؤال صحيين؟ نايمين؟ في شنو؟ مع الدكتور. طيب هاي جاوبتوها صحيين. طيب الرسم اللي رسمت هاي تحت ال 45 درجة البو. شيماء فاتحة ال دكتور. اوكي. لا غلط. لا؟ طبعا غلط. هلا بدنا نستخدم المنطق والعقل في الجواب. اوكي ايش يا مؤمن هات نشوف ايش عندك. يعني باستخدام المنطق انه مبين الرسمة تعيتك هاي انها راح تخسر اكثر من السكوير البو حتى. ما اتوقع الزاوية هاي تكون صحيحة. لحظة والرقم هون بقول انه الخسارة اقل، فاتوقع تكون انه للجهة الثانية مفروض 45. لحظة هون اعطاني 15، يعني ايش بخسر اقل من كل هذول، وحسب الرسمة المفروض اني اخسر اكثر، يعني الطاجة اكبر. وبالتالي كيف شكل 45؟ هلا عشان تعرفوا الزوايا كيف بيقيسوها، بيقيسوها with respect to the straight section. يعني المفروض انا هذا البايب تاعي هيك، فانا لما لفيت بهالشكل هذا
قديش أنا بكون لفيت بالنسبة للستريت؟ 135. أيوة 135. فال 45 كيف بدها تكون شكلها؟ يعني تقريبا شيء زي هيك. أوكي. وال 45 هي هاي. هاي اللي هي ال 45 degree. أوكي. فلاحظوا هذا هو شكل الكوع. وأكيد في بعضكم شاف مثل هيك كوع عند المواسرجية. شو الاسم الشعبي تاع هذا الكوع؟ This elbow. ترى الاسم الشعبي يعني exactly the way it is drawn. الكوع الستاندرد عندنا هو هذا. لما تروح تقول لي بدي كوع بعطيك هيك. فإذا بدكش هذا الشكل بتقول له أعطيني كوع بالنسبة لهذا. هذا الكوع كيف شكله بالنسبة لتاع التسعين؟ هاي سارة. كوع مفتوح. كوع مفتوح. طيب قربت كثير على الجواب. يسموه كوع فاتح. ما هي نفس الشيء. بس لا مفتوح يعني مفلوق عندهم. أوكي. أما فاتح يعني هاي اللفظة تاعتهم. هاي اللفظة تاعتهم. أوكي. فلا اسمعي هذول الفنيين بدك تيجيهم على قد عقلهم. إذا بتروح يمين شمال بفكرك بتتفلسفي عليه بشرت معك. لأن عندهم حساسية هم اتجاه المهندسين. فبتكون تكونوا يعني على درجة عالية من الاحترام بالحديث معهم. حتى لو بيحكوا كلام يعني بالنسبة لنا كهندسي وعلم بضحك بس ما بصير تضحكي. خلي الضحك جواكي لأنه بيعتبروها إهانة. فاحترموهم عشان يحترموكم ويتعاونوا معكم. طيب. نيجي فهذا الالبو اللي هو 45 ديجري الالبو. لأن لاحظوا في عندنا هون مثلا 180 ميديوم راديوس ريتيرن بند. من الاسم 180 راح تكمل بهاي. إذا بتكمل هيك صارت 90. عشان تصير 180 شو يعني؟ عكست الاتجاه. هاي 180 درجة. بالنسبة للستريت أنا دورت 180 درجة. أوكي. فهذا بكون شكله له استخداماته لما تكون بدك تغير الاتجاه في التوصيل. نيجي للتي. عندي تنتين تي. شو هي التي؟ هاي التي. هاي تي. حتى الاسم تاعها على شكلها. لأن هاي التي لها استعمالين. يعني شكلين للاستعمال. كما بيجي الفلويد هون. وبالتالي بيطلع منه جزء هيك وجزء هيك. أو نفس التي بيجي الفلويد بهذا الشكل. بيكمل وجزء بنزل لتحت. يعني بالتفريعة. مين بيخسر انرجي أكثر؟ كيس 1 اللي هو راح يمين وشمال. ولا كيس 2 اللي هو كمل دغري وجزء منه فرع. مؤمن. كيس 2 اللي هي جزء منه فرع. تخسر انرجي اكثر ولا اقل؟ تخسر انرجي اكثر اللي دخلت من اليسار. طيب خلينا نفكر باللي حكاه مؤمن. مؤمن بيحكي انه كان عندي انا فلويد ماشي هيك. جزء منه كمل دغري. جزء منه فات بالتفريعة. في المقابل كان عندنا هاي الستريت سكشن. الفلويد فات هيك بعدين جزء راح هيك وجزء راح هيك. هلا بالمنطق هذا الجواب غلط. الجواب غلط. اوكي. هذا هون جزء منه ما غيرش اتجاه. جزء واحد أو جزء غير وجزء ما غير. هون الجزء جزء غير والجزء الثاني كمان غير. فبنتوقع هذا يكون energy loss due to هذا الشكل شكل اثنين أكثر من شكل واحد. من هون نيجي نفهم مين من هذول خسر أكثر. التسعين بيخسر أكثر اللي هو هذه. معناها لما بيجي يقول لك used as elbow entering in branch. أوكي.
يعني فايت من البرانش وعم بوزع على الخط الرئيسي. هون التيها used as elbow entering run. entering run يعني جاي بالستريت فايت على الستريت وتفريعة بتأخذ منه بالاتجاه الآخر. لاحظوا في بعض الأحيان بعض الصفات يعني ممكن لو أنه ما فيش عندي هون لا 60 ولا 90 وعندي هذا الحكي يجوز ما تفهم شو يعني entering run وشو يعني entering branch. أنا فاهم شو يعني entering وبعرف شو run هو straight وبعرف شو يعني branch بس بكون مش متخيل الشكل. فبستخدم أحيانا الأرقام اللي معطاة إلي عشان أفهم الجيومتري بتاعت السيستم. وهذا الحكي ما له علاقة بأنه أنت لغة الأم عندك مش إنجليزي, لأن حتى الأمريكي اللي لغة الأم عنده إنجليزي عندهم مشكلة في فهم بعض هذه التعاريف. نكمل بالباقي عبارة عن الفالز والجيت فالف جلوب فالف. بضل عندي بس موضوع الكوبلينجز واليونيونز. أوكي الكوبلينجز واليونيونز عبارة عن توصيلات هاي بايب يلو طول معين. ما بيجي البايب الماسورة ما بتيجي طولها 100 متر. قديش بيجي المواسير عندنا في الأردن؟ يعني افرض انت لازمك 100 متر ماسورة طولها 100 متر تنزل على السوق بتقول له بدي ماسورة طولها 100 متر شو بيسوي فيك؟ بكبك من الباب لأنه ما في ماسورة طولها 100 متر. أوكي. أنت بتشتري مواسير حسب الستاندرد الطول اللي موجود بالسوق. تذكر أول محاضرة أو ثاني محاضرة كنا نتحدث عن الستاندردز. المواسير في الأردن وبغير الأردن لها طول ستاندرد. وبالتالي إذا لزمك ماسورة طويلة 100 متر ولنفترض أنه الستاندرد كان 6 متر فبتقسم 100 تقسيم 6. أوكي. اللي هو بطلع حوالي 16 ماسورة ونص. أوكي. 16 ماسورة وثلثين 16 بستة 96 وثلثين الماسورة مش حيعطيك ثلثين ماسورة فبتروح تشتري كم قلنا 17 تشتري 17 ماسورة وآخر ماسورة بتقص منها الأربعة متر اللي بدك إياه وبزيد عندك مترين بتحطهم عندها في المستودع وبتبدأ توصل فيهم. السؤال اللي سألته عشان نكون عمليين شو الستاندرد لينث عندنا للبايبس اللي في الأردن مع الآخر مصانع المواسير في نرجع خطوة لورا. هل في عندنا مصانع مواسير في الأردن؟ وصل كان عام بتقول 3 إلى 7 متر 3 إلى 7 متر يعني تخنديها لا الثلاث ستاندرد ولا السبعة ستاندرد. شو الستاندرد لينث عندنا مصانع؟ أول شيء في مصانع بتعمل مواسير عندنا في الأردن ولا لا؟ مصانع المواسير في الأردن مش مستورد يعني؟ الجواب نعم في. أنتم ما بتعرفون بدي أقول لكم فيه. طيب هاي المصانع اللي بتصنع المواسير عندنا في الأردن طبعا ديامترز مختلفة عندهم ليميتيشنز على الديامتر بس الطول تاعهم قديش بيكون طول الماسورة؟ ما بتعرفوا تعاملتوش معهم مش مشكلة. أنا بدي أقول لكم 6 متر. طيب عالمياً قديش الستاندرد تاع المواسير؟ في 2 ستاندردز واحد 12 متر واحد 15 متر. طب ليش عندنا في الأرض طبعاً الستة لاحظوا الستة نص ل 12 الستة هي نص ل 12 طلاب عم بيطلعوا لأنه المحاضرة الثانية بدها تبلش. طب خلينا احنا نتوقف هون عشان ما نعطلش عليكم ومنكمل من عند هاي النقطة في المحاضرة. الله معكم. نبهوني مرة ثانية. نبهوني.